بازار فندور، ما اللي كان بيع كنتخلص، ما اللي ما كان بيعشي كنقدس كنصبر حدوره. هذه سنين 45 سنة وأنا ولا 50 سنة وأنا كنعمل هذا الشغل هذا، كنتكلم في 7 لغات، تربيت ولد مدينة خلق في المدينة. أودي ماشي الدار لينا يما الدار لينا، راه صاحبي راه ما داكشي بلا ما نعود لك، راه نعود لك كيفاش كتموت بالجوع صاحبي ما عندها شي ثمن. لا حيت موالين البازارات ما كيعقلوش على حتى شي واحد، فهمتي؟ هادي قلناها وقلناها، فهمتي؟ كنبقاو على الله. ملي فتحوا الطياير بدينا كنديو ديك البركه، بداو كيلهرو ديك الحبيبات ديال الناس، بدينا كنديو ديك النار كنديو نصيرب ماشي والو، فهمتي المعنى؟ هادشي اللي كاين. ودابا ملي شادو حنا كنشوفو في الحيط ونشوفو في السماء، هادشي اللي كاين كنعيطو على ربي. وسيدي وما احبابكم في مدينه قديمه من بعد الحله الجديده ديالها، لان اصلاحات اللي بانت فيها، ونطلبوا الله الزياره لجميع الاخوان وجميع الزوار ديالنا من مدينه قديمه، وما احبابكم جميعا. وشكرا على هذه المجهودات اللي تقامت من الولايه من اصلاح هذه المدينه، ولكن كنطلبوا يزيدوا من بين المتطلبات ديالنا بان يتفتحوا الحدود. هذا مطلب الاول عندنا حنا. انا مجرد نتكلم على نفسي وكذا، لان المطاعم قهاوي الحمد لله كاين واحد البركه خدامين، واخا نقصت لنا الخدمه ديالنا مثلا 100% خدامين مثلا واحد 40%، ولكن نقص، ولكن كيبقاو اخوان ديالنا اللي هما كيخدموا في ميدان السياحه، ميدان السياحه لان الدار ما كنقدروش نشوفوا اخوان ديالنا بديك الصوره هذيك، لان انسان راه عامين ما خدمش راه صعيبه الحلال. كنتمنوا لان يفتحوا لهم الحدود، منهم حدود جويه ولا بحريه، لان ديك الناس هذوك يخدموا. هذا هو المتطلب ديالنا الواحد. اسيدي هذه 50 سنه وانا فاندور في البازار، بعد الجائحه هذه ما عرفناهاش يشني، قوزنا الحظ 1973 ماشي بحال هذه، قوزنا الحظ صدام ماشي بحال هذه، بالحق هذه جابتنا على القص، بعنا حوايجنا، بعنا خبزونا مدة، سيبوا لنا حوايجنا، وإنا كنعرفوا ما نعملوا. دابا خصنا يفتحوا لنا الفرونتيرا مع اسبانيول، هذيك هي اللي كتوكل طنجة وزايلة والشاون وتستاون. ايوا هادشي اللي غادي نقول لكم، راه حنا على الله ورب العالمين هو اللي عالم علينا. اول حاجه مرسى مجدوده، يعني واخا صلحوا مدينه وصلحوا بزاف الحاجات الحوانات، صلحوا ديورنا الناس هنايا، ما كاينش السياحه اللي يجيو يشوفوا هاد الشيء هذا اللي تصلح، ما يعني حنا واقفين وصافي. دابا كيجيو بعض المغاربه ديالنا كيعاونوا، يتعاونوا معنا، كيتسخروا من عندنا، وكاين بعض الحاجات الاخرين اللي كيوقعوا لنا هنايا يعني في صمت، ما جبر ما تعمل وصافي. حنا دابا انا كنتقاتلوا على الضو والكرد المول المحل وصافي، مش حاجه اخرى ما كايناش يا استاذ. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.